أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم في المجلس الخامس عشر من مجالس الفصحى، والذي يأتينا برعاية كريمة من مبادرة مجالس الفصحى ومبادرة سفراء العربية ومنصة رواق. وأود في البداية أن أشكر الدكتور أحمد حسن من الإشراف العام، والزميلة الأستاذة داليا عبد الجواد حسن من الإشراف الفني، والأستاذ محمد عمارة من الجانب الإعلامي والتقني، والأستاذ رمضان سعد لما قدم من فضل وإيثار وترحيب بعقد لقاء هذا اليوم. ويحل علينا ضيفا في هذه الجلسة الكريمة، ضيف عالمي في مجال الترجمة العربية الألمانية. علاقته بالعربية لغة وثقافة علاقة وثيقة، بدأت منذ عام 1983 ميلادية، ومع أنه ألماني فإن العربية تتغلغل في مسارب وجدانه هوى وعشقا، وتمتزج الثقافتان العربية والألمانية في ممارساته الحياتية والعلمية والإبداعية، فينتقل بين الدوحتين في سلاسة وتمكن. يسعدنا في المجلس الخامس عشر أن نرحب بالمستعرب الألماني الدكتور غونتر أورت ضيفا كريما، وأن تكون لنا معه حوارات في اللغة والثقافة. وقبل أن نبدأ حوارنا، أود أن أقدم بطاقة تعريفية بالضيف الكريم. الدكتور غونتر أورت. ولد الدكتور غونتر أورت في أنسباخ بألمانيا عام 1963. بدأ دروسه الأولى في العربية والدراسات الإسلامية في جامعة أرلينغ عام 1983. أكمل دراساته في مصر وسوريا وتخصص في الأدب القصصي المعاصر. حصل على ماجستير الفنون عام 1990 ميلادية. نال شهادات في الترجمة للغتين العربية والألمانية من جامعة لايبزغ. عمل محاضرا للغة العربية في الجامعات الألمانية منذ عام 1989 إلى عام 2000 للميلاد. بعد دراسات في الأدب اليمني والترجمة، حصل على الدكتوراه في الأدب الحديث من جامعة برلين الحرة عام 1996، وقد عمل مترجما متفرغا شفويا وتحريريا، ومترجما فوريا لكبار الساسة من العرب والألمان. ترجم كثيرا من الأعمال الأدبية والإبداعية، وله دراسات بالعربية والألمانية. ولعلكم تلحظون الصور التي نعرضها الآن، وفيها اللقاءات التي كان فيها مترجما مع كبار القادة والساسة في العالم العربي، وكذلك لقاءات مع كبار المبدعين في الأدب والشعر والقصة والرواية. قبل أن نبدأ حوارنا مع المستعرب الألماني الدكتور غونتر أورت، أود أن يقدم الزميل الدكتور أحمد حسن وترحيبا بالدكتور غونتر أورت، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيف العزيز الأستاذ الدكتور غونتر أورت، وهو أحد البارزين في فن الترجمة العربية الألمانية، وله دراسات عديدة في الأدب العربي الحديث. أهلا وسهلا بك في مجالس الفصحى بيننا، حيث معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ننهل من علمك ومن خبراتك، أسعدتنا بحضورك وبتلبية الدعوة. أرجو لكم إن شاء الله تعالى مجلساً طيباً بوجودكم وبوجود الأخ العزيز الأستاذ أحمد الضماطي. أهلاً وسهلاً بك مجدداً، وتفضلوا ببدء اللقاء.
نبدأ حوارنا مع الضيف الكريم الدكتور غونتر أورت. بداية أستاذنا الكريم، أود أن تحكي لنا عن بداياتك مع العربية. التصورات الذهنية تقود دوافعنا غالبا، فما هي الصورة الذهنية التي حملتها للعربية والعرب قبل الشروع في تعلم اللغة العربية؟ مرحبا وشكرا على الدعوة، تشرفت بكم. نعم، السؤال طبعا مكرر كثيرا لدى العرب والألمان، لماذا أنا اخترت اللغة العربية للدراسة؟ لا أستطيع أن أحدد السبب بشكل دقيق، ولكن كان لدي شوق أن أتعلم لغات أو لغة أجنبية غير أوروبية لأتعرف على ثقافات خارج الإطار التي كنت أنا تربيت عليه، ومن أجل أن أتعرف على مناطق جديدة في العالم وعلى الناس الجدد، على اختلافات ثقافية، على لغة جديدة بكل تأكيد. وكانت اللغة العربية بالنسبة لي في البداية تجربة، يعني كان من الممكن أن تنجح أو أن تفشل هذه التجربة، أو أن أفشل أنا فيها. ولكن مع الوقت شعرت أنه لا، هناك تقدم لا بأس به، وأستطيع أن أنجح مع هذه اللغة ولو بعد حين، لأنها اللغة العربية بالتأكيد ليست من اللغات السهلة أو السريعة التعلم. بالطبع كل شخص لديه أسلوب أيضا وطريقة لتعلم اللغات الأجنبية، هذا يختلف بكل التأكيد من شخص إلى آخر، لذلك ليس هناك أعتقد منهج واحد وحيد يجب اتباعه. ولكن شعرت أنني مع الوقت قد أنجح مع هذه اللغة. على كل حال لم يكن هناك ما يتعبني أكثر من اللازم أو ما يحبطني في هذه اللغة، لذلك قطعت أشواط إضافية. درست أول في البداية كما قلت في أرلمين في ألمانيا، ثم أخذت أو حصلت على منح إلى مصر في عام 86 القرن الماضي، وإلى سوريا 87 سنة كاملة في سوريا، ثم بدأت إلى حد ما بالترجمة، ترجمة بعض النصوص البسيطة والقصيرة، بعد ذلك القصص، وبعد ذلك المقالات. وشجعني بعض الناس من المختصين في هذا المجال بالذات أن أستمر في هذا المجال. نعم. هل كنت تضع في تصوراتك أنك درست اللغة العربية لكي تصير مترجماً من البداية، أم لم يكن يدور بخالدك ما مستقبل هذه الدراسة بالنسبة لك؟ لم يكن لدي هدف واحد أو معين ومحدد أريد أن أصل إليه، لا، أنا في البداية لم أفكر بالترجمة. الترجمة جاءت عندما كنت في الطريق فتعرفت على هذا التخصص. كان بالإمكان أن أصبح مثلاً مدرساً للغة العربية، وبالفعل عملت أيضاً كمدرس للغة العربية للطلبة الألمان في إطار عقود مؤقتة في الجامعات، أكثر من جامعة ألمانية، أو أن أصبح أستاذاً مثلاً للدراسات الشرقية أو ما إلى ذلك. تعلمت أيضا اللغة الفارسية، ولكن ليس بنفس العمق وليس إلى نفس المستوى، ولم أمارسها كما مارست اللغة العربية. نعم، لكن طبعا أنت كما فهمت ومن متابعات لحضرتك علمت أنك يعني محب للغات، ولذلك ربما أنت بدأت بدراسة الصينية ثم تحولت عنها سريعا إلى دراسة الدراسات الشرقية والعربية في إيرلينغ. لم أتعلمها قط، ولكن الصينية. كانت فكرة، يعني كانت فكرة أن أدرس ربما اللغة الصينية. نعم. أو ربما اللغة العربية، ولكن نعم، لم أبدأ حقيقة باللغة الصينية. ولكنك يعني أنت ذكرت أنك في قسم الدراسات الشرقية بجامعة إيرلينغ وجدت أن أعداد الطلاب
من بداية الالتحاق، وأن الكثافة العددية للالتحاق بقسم الدراسات الشرقية أقل بكثير عنها في الإقبال على اللغة الصينية، وأن هذا العدد الذي بلغ 20 طالبا في البداية وصل في نهاية الفصل الخامس إلى 5 طلاب. فبرأيك ما هو الذي أدى إلى تسرب بعض الطلاب من الدراسة في اللغة العربية؟ فهل هي اللغة العربية كما يظنها كثيرون أنها لغة صعبة؟ وأظن أن لك كلمة مشهورة في هذا الأمر. صعبة بكل تأكيد، يعني صعبة ومستعصية وليست سهلة، خصوصا لمن يود أن يتعلمها بوقت وجيز أو بشكل عابر أو إلى جانب الدراسات أخرى. كان هناك من يدرس الطب والفيزياء وما إلى ذلك، وإلى جانب ذلك فكر أن يتعلم اللغة العربية أو أن يكسب قسطا منها، ولكن الدروس كانت مكثفة جدا والخطوات كانت سريعة، وكان يتطلب ذلك التعلم الدائم. أنا تفرغت من أجل اللغة العربية، تفرغت من أجلها السنة الأولى الدراسية بشكل كامل بدون أن أدرس مواد أخرى. نعم، إذن اللغة العربية تحتاج تفرغ المستوى. نعم، وأنت قلت في مرة مقولة إن دراسة اللغة العربية تعدل أو تعادل دراسة 4 أو 5 لغات أوروبية، هذا دليل على أن اللغة العربية تحتاج إلى جهد كبير. يبدو أنك قمت بأبحاث طويلة وعميقة في الإنترنت عني. طيب، في بداياتك يعني أنت هل درس لك أساتذة عرب أم أساتذة ألمان يجيدون العربية في بداية تعلم اللغة العربية؟ هل تعلمتها من أهلها أم من غيرهم؟ أساتذة ألمان في البداية. البروفيسور كان ألماني، وكان 2 بروفيسورين من الألمان، كل واحد متخصص بجهة معينة، ولكن كان هناك أيضا مدرس عربي دائما إلى جانب الأساتذة. فكان هناك مدرس مصري في البداية، ثم جاء لبناني، ثم جاء سوري. إذن فدائما كان هناك أيضا من هم يتحدثون العربية كلغة أم. إذن برأيك سرعة إتقان اللغة الأجنبية لغة ثانية على أي شيء تتوقف؟ هل على جهد الطالب؟ هل على المنهاج المقرر؟ هل على ماذا؟ وأي المناهج كنت تدرس؟ يعني إذا كان هناك يعني هل هو كان هناك كتاب معين يدرس اللغة العربية للألمان؟ مثلا هناك الدكتور توفيق بورغ له كتاب صغير في تعليم أساسيات اللغة العربية وهو ألماني، فهل كان هناك منهج معين؟ وعلى أي شيء تتوقف سرعة إتقان اللغة برأيك؟ يعني بالنسبة لسؤالك، الجواب أن ذلك يتوقف على جميع ما ذكرته، المنهاج والتركيز والمدة، وأيضا بكل تأكيد يعني موهبة المدرس أو المدرسة لا شك في ذلك. أما بالنسبة لي الكتاب فكان من تأليف الأستاذ الألماني البروفيسور وولتي فيشر آنذاك وزميله الدكتور أوتو ياسترو، فهم ألفوا هذا الكتاب. هم رأوا أن الكتب الموجودة غير كافية أو لا تشرح المواد بالشكل الأكاديمي الكافي أو المطلوب، فألفوا هذا الكتاب. نعم. للطلاب في جامعتهم، ولكن استخدم أيضا في جامعات ألمانية أخرى. نعم، أنا سمعت. لكن كانت الشروحات كلها في الكتاب، يعني شرح الدروس كله كان باللغة الألمانية، ذلك مراعاة للطلبة الذين طبعا لا يعرفون ليس لديهم أي أساس. لم نكن نعرف حرفا واحدا من اللغة العربية عندما بدأنا. نعم، فهم طوروا منهج لتعلم في كل أسبوع أعتقد 9 أحرف أو 5 أحرف أو 10 أحرف، إلى أن وصلنا إلى 26، ثم دخلوا في التفاصيل والنحو وتركيب الجمل وما إلى ذلك. إذا كانت البداية تعتمد على اللغة الوسيطة وعلى الترجمة في البداية، في بداية تعلم اللغة. نعم. طبعا
حضرتك سافرت إلى سوريا ومصر واليمن وزرت معظم البلاد العربية بحكم عملك في الترجمة الفورية لكبار أساسة والقادة في العالم العربي. تجربة السفر ومعايشة أهل اللغة بدءا من الرحلة المبكرة التي كانت مغامرة إلى سوريا لمدة عام في منحة الدراسة هناك، كيف كان أثرها على إتقانك؟ هل وجدت فارقا كبيرا بين دراسة العربية في ألمانيا واستكمال دراسة العربية في سوريا؟ بالطبع بالطبع، يعني الإقامة في بلد عربي أو في بلدان عربية كانت لابد منها، ليس في ذلك نقاش. أنا كان لا أستطيع أن أتعلم اللغة بهذا العمق وأنا في ألمانيا فقط، يعني رغم أن الأساتذة كانوا على مستوى ممتاز أيضا، ولكن أنا كان يهمني ليس فقط إيجاد اللغة العربية الفصحى الكلاسيكية القديمة من أجل قراءة الكتب القديمة أو الشعر والمراجع، ثم كتابة المقالات والقيام بالأبحاث، إنما كان يهمني من البداية أن أمارس هذه اللغة. أنا لم أكن أريد أن أدرس اللغة ميتة أو لغة قديمة تاريخية مثل اللاتينية أو البابلية أو ما إلى ذلك، مع العلم أنني تعلمت اللغة اللاتينية في المدرسة، إنما كان يهمني أن تكون هذه اللغة لغة محكية وحيوية وقائمة وموجودة. كان لابد من أجل ذلك أن أزور البلدان العربية المختلفة. وبالطبع لكل طالب ألماني يدرس اللغة العربية الفصحى في البداية يعيش نفس هذه الصدمة، يعني أن اللغة العربية الفصحى لا تستخدم في الحياة العامة نعم بين الناس، يعني لا يعقل أن تذهب إلى السوق وتقول لأتاجر أيها أريد بصلا، نعم ربما يفهمها، ولكن يعني المعروف بالطبع أن اللغة العامية الدارجة تختلف بين كل بلد وأخرى وكل بلد وآخر أيضا. لذلك أنا قلت مرة أن تعلم اللغة العربية هو بمثابة تعلم 4 أو 5 لغات أوروبية. أنت صوتك غير مسموع. أنا سمعت في المداخلة في السؤال السابق قلت لي الأستاذ فيشر، لا أدري إذا كنت سمعت الاسم صح أم لا. هل هو فيشر المعروف الألماني المعروف الذي كان له دور كبير في المعجم التاريخي للغة العربية سنة 36، أم هو اسم على الاسم نفسه؟ اسم ليس شائع جدا بمعنى الصياد. نعم، بالإنجليزية حتى، نعم صحيح. صياد طيب السمك. نعم، في مجلسنا السابق المجلس 14 كانت ضيفتنا الدكتورة كريستين بروستاد، وهي أيضا على طلاقة بالحديث والتحدث بالعربية، وقد ربما أنا أرجعت ذلك إلى دور مهم يعود إلى الشريك اللغوي. الدكتورة كريستين أمريكية متزوجة من الدكتور محمود البطل لبناني، والدكتور غونتر أورت ألماني متزوج من الأستاذة أمينة سورية. فهل دور الشريك اللغوي هنا كان له دور فعال في زيادة إتقان واكتساب اللغة الثانية، أم أنت كنت على درجة عالية من الإتقان قبل أن ترتبط بعائلة وأسرة سورية؟ كنت على درجة جيدة أعتقد، يعني هذا ولكن بالتأكيد أيضا نعم هذا يلعب دور، هذا أضاف بالتأكيد شيئاً. فرصة، نعم في ذلك إضافة، خصوصا للغة الحياة اليومية والأشياء المنزلية والطبخ وما إلى ذلك، نعم لابد من ذكر ذلك. نعم، نعم هل رأيت ولكن عموما أنا كنت دائما أختلط، يعني حتى قبل الزواج مع أصدقاء عرب من كثير من البلدان العربية. لكن
هل وأيضا شكلت موجودين في ألمانيا، يعني نعم هنا وهناك. نعم هل شكلت التباينات اللهجية بين اللهجات العربية؟ أنت أجبت عن جزء من هذا السؤال. هل شكلت عائقا أم كانت رأيت هل رأيت فيها صعوبة تواصلية؟ يعني أنت ربما ضربت مثالا لكلمة أريد، في مرات عاوز، أبغي، أريد، أبي، وهكذا مثلا. عايز، اشتي، أحب، أريد، أبي بغيتي. هناك يعني العشرات من الكلمات فقط معنى واحد. أريد. هل هذا شكل صعوبة أم تنوع وثراء؟ الاثنين في نفس الوقت، وإلى اليوم يشكل صعوبة أو تحدي. قول يعني إن كنت في المغرب، ليس بالضرورة أن أفهم على كل واحد من أول جملة، أو في السودان، أو في حتى في العراق، في بعض المناطق النائية، ليس من السهل. نعم، نعم. تحدي. السفر يعني علامة من العلامات البارزة في حياتك، والتنقل بوسائل مختلفة، بدءا من الدراجة من برلين إلى النمسا مرة بالدراجة، سفرات طويلة، والتنقل عبر وسائل المواصلات الأخرى من سيارة، قطار، حافلة وغيرها. هل هذا يعني أنت لا تحب أن تكون على وتيرة واحدة وتحب التغيير دائما، لا تحب الرتابة؟ هل تكون هذه مؤشر أو تغيير وسائل السفر وتنوعها، هل لها مؤشر في حياتك؟ نعم، أحب الحركة بالفعل، أحب الحركة والاكتشاف واستكشاف المناطق الجديدة، أو زيارة أماكن أعرفها مرة بعد مرة، وملاحظة الفروق بين الماضي واليوم وما إلى ذلك. وسعيد أن زرت الكثير من البلدان العربية، أو ربما كلها نعم. في مرة من المرات. طبعا اليوم يعني يصبح أصعب وأصعب أن تزور بلدان معينة. كنت في اليمن عدة سنوات، الآن لا يمكن زيارة هذا البلد. العراق أيضا من الصعب أن تسافر بسهولة، وليبيا وإلى نعم آخره. نعم نتمنى نعم أن نعم تعرف أن ظروف الربيع العربي كما أشرت سابقا قد أثرت يعني على أشياء كثيرة. بالفعل مقلق، نعم يعني أمر مقلق نعم للغاية ومحزن نعم بصراحة. نعم هل أستطيع أن أقول إنه في داخل أسرة الدكتور غونتر أورت توجد ثنائية لغوية؟ يعني هذه الثنائية بين أب ألماني وأم عربية، أو هذه الثنائية هل كان لها تأثير على الأولاد في ميل الأولاد إلى إحدى اللغتين، إلى لغة الأم أو لغة الأب؟ هل هذه الثنائية اللغوية هل بالضرورة أنها تعكس ثنائية ثقافية أيضا؟ أطفالي طفلاي، هم اثنين، ما شاء الله تبارك الله. دائما فضلوا التحدث بلغة المحيط. يعني عندما كنا في سوريا أو في اليمن لفترة من الوقت، ف بسرعة كبيرة اكتسبوا اللغة العربية، وشعروا أنها هي لغة التواصل مع الأطفال الآخرين أيضا، ومع الجيران، ومع كل الناس. ولكن بعد العودة إلى ألمانيا دائما تناسوا اللغة العربية أيضا بسرعة، لأنهم شعروا أن هذه اللغة حتى هي صعبة حتى للأطفال في بعض الأحيان، وهي ليست مطلوبة لنفس الدرجة في ألمانيا. ولذلك يعني حسب المحيط دائما الأطفال يشعرون بسرعة كبيرة ما هي اللغة السائدة وما هي اللغة المطلوبة أكثر من غيرها. نعم ولكن تعلموا اللغتين وفخورين باللغتين، نعم وكذلك وسعيدان والجوانب الثقافية كذلك. بالثقافتين. ونعم، نعم هل معنى ذلك إذا قصدنا المحيط المجتمعي أو المحيط الأسري، في حال وجود مثلا الأهل من سوريا في ضيافتكم في ألمانيا، هل
أبناؤك يتحدثون اللغة مع أقاربهم والأسرة من أهل سوريا الموجودين في ألمانيا مثلا، يتحدثون معهم العربية وفي الشارع يتكلمون الألمانية، يعني يراوحون بين اللغتين. نعم يعني نعم يتحدثون العربية مع الأقارب من غير الناطقين باللغة الألمانية. في بعض الأحيان تنقصهم كلمة معينة، هذا شيء طبيعي يضيفونها بلغتهم. في ألمانيا، فيحتاجون إلى مترجم، ولكن المترجم موجود، المترجم هنا. نعم. طيب، في مرة من المرات أنت نعيت على العرب بأنهم حتى هم أنفسهم ربما لا يجيدون العربية الفصحى بالقدر الكافي أو الملائم، وأن الأخطاء اللغوية تصدر منهم حتى من الفئة العليا من المبدعين من الكتاب، فهذا يعني يشكل عائقا أو يشكل، هل هناك يكون حرج في الترجمات التي تتناول أعمالا بها أخطاء لغوية أحيانا؟ وإذا كان هذا شأن العرب أو بعض العرب من ضعف في لغتهم، فبرأيك على من تقع المسؤولية في هذا الأمر؟ مسؤولية هذا الضعف وكيف نعالجها؟ لا أدري على من المسؤولية، ولكن قد أذكر بعض أسباب ذلك كما أعتقد أنها من الأسباب. أولا الملاحظة الصحيحة، نجد الأخطاء اللغوية في كل أنواع الكتب، ونجدها في كل أنواع النصوص، وحتى في الشعر، وحتى في والمقالات، وفي كل مكان. نعم. بالطبع في بعض الأحيان يستغربون أن كيف أن ألمانيا، مواطنا ألمانيا، لا يجيد اللغة العربية كلغة أم، يصحح. يتعلمها كلغة أم، يرى هذه الأخطاء والعرب لا ينتبهون إلى ذلك. مشكلة كبيرة. في بعض الأحيان هناك أجد في ذلك مفارقة، عندما يطلب منك ترجمة نص مثلا، وتشير للكاتب إلى وجود أخطاء نحوية ولغوية مكررة، يعني ليست لم تكن نتيجة صدف فقط، نعم. ويرد عليك: طيب أنا كاتب ولكن اللغة ليست تخصصي. تستغرب في بعض الأحيان من مثل هذا الكلام، كأن اللغة العربية أو النحو العربي والقواعد العربية هي تخصص نادر وصعب، أشبه بالفيزياء الذرية. عجيب، إن كنت أنت هذه لغتك وتكتب بها، يعني لابد أن تبذل بعض الجهود من أجل نعم تعلم بعض القواعد، يعني كما نعم أنا فعلت ذلك. نعم أما ما هي الأسباب؟ أنا لاحظت أن هذه الظاهرة ازدادت كثيرا في السنوات الأخيرة، وتزداد بشكل مستمر، بشكل دائم. كانت الأوضاع غير ذلك في بداية الثمانينات مثلا، عندما كنت في سوريا أو في مصر، كثير من الناس، حتى من الناس البسطاء، كانوا يجيدون اللغة والنحو نعم في وقت الضرورة، نعم ويعرفون كيف تكتب الكلمة المعينة، وأين توضع الهمزة، على أي حرف، وهل على النبرة أم بعد الكلمة أم نعم ما إلى ذلك. هذه الأشياء اليوم مجهولة تماما، يعني توضع الهمزة في أي مكان. أعتقد أن هناك تدهور في مستوى التعليم في المدارس العربية، إن لم أكن مخطئا، ربما بسبب اكتظاظ الفصول، ربما بسبب عدم جاذبية مهنة المعلم، ربما بسبب هيمنة اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية حسب البلد.
هناك الكثير الكثير من الأسباب، واليوم عن طريق الكتابة السريعة، عن طريق الإيميلات والواتساب والفيسبوك. أيضا هذا يزيد من الظاهرة أكثر، لأنه ليس هناك أبدا من ينتبه أو ينبه أحدا إلى وجود هذه الأخطاء، أو لا يهم الأمر أحدا. ولكن استغرب حتى في النقد الأدبي قليل، في مرات قليلة جدا تجد أن هناك إشارة من الناقد إلى أخطاء نحوية في رواية معينة مثلا. نعم، وبالتالي يعني أعتقد أنها صحيح. هي مسألة ثقافية، يعني نعم، ثقافة اللغة العربية الفصحى في، لا أقول في التدهور، ولكن يعني نعم، ليس لديها جاذبية كثيرة. نعم. بالنسبة يعني التفاتكم إلى مثل هذه الأخطاء، سواء كانت أخطاء لغوية أو إملائية أو نحوية، هذا يدعوني للسؤال، يعني في كم سنة تقريبا تعلمتم قواعد النحو والإملاء وغيرها، يعني القواعد النحوية خاصة التي تشكل يعني البنية اللغوية العربية، في كم سنة تعلمتموها؟ أستاذ، التعلم مستمر. لا ينتهي صحيح. لا ينتهي في مرحلة أساسياتها معينة، حتى. يعني في بعض الأحيان حتى اليوم أفاجأ ببعض التفاصيل أجدها جديدة علي، أو في بعض الأحيان يجب أن أفكر طويلا، هل يجب أن أكتب كلاهما أم كليهما؟ كليهما مثلا. ولكن عموما أعتقد أنني بعد 4 سنوات من دراسة اللغة العربية كنت جيدا بالنسبة للنحو، وكنت جيدا لدرجة أنهم كلف تدريس اللغة للطلاب المبتدئين، يعني كنت لازلت طالب ودرست المبتدئين حين ذاك. أعتقد أنه من أجل إتقان هذه الأشياء بشكل على مستوى مقبول تحتاج ليس إلى أقل من 4 أو 5 سنوات. نعم. نعم. طيب، هناك سؤال سريع نختم به هذا الجزء من اللقاء، حول تعليمية اللغة العربية. أنتقل من تعليمية اللغة العربية إلى الترجمة، وهي المعيار الذي تتخصصون فيه وتبرعون فيه. هناك سلاسل تعليمية في تعليم اللغة العربية لغة ثانية. بعض الناس يفكرون، ما الرأي في أن نترجم سلسلة أجنبية تعلم لغة أجنبية لغير أهلها، فننقلها إلى اللغة العربية لتعلم العربية لغير العرب؟ بالطبع هناك مكون ثقافي قد يكون مفقودا، لكن هذه الفكرة أنا بعض الناس تحدثوا معي فيها، لكن ما رأيكم أنت حول هذه الفكرة؟ هل من الممكن ترجمة عمل أو سلسلة تعليمية أجنبية لكي تصبح سلسلة تعليمية عربية، مع اختلاف تغيير المفردات وغيرها وتغيير السياقات وهكذا؟ منهج لتعليم لغة، نعم. منهج لا أظن أن فكرة جيدة، لأنه عليك أن تدرس اللغة، إما أن تدرس لغة أجنبية لناطقين بلغة معينة، مثلا كما كان بالنسبة لحالي أنا للطلاب الألمان، وبالتالي تشرح بالألماني، وهناك أمثلة ألمانية وترجمة بين العربي والألماني. أما إذا كان لأصحاب لغات أخرى فأيضا عليك أن تبدأ بشكل مختلف، وتقارن بين بعض الحالات النحوية المعينة في تلك اللغة مع حالات نحوية باللغة الأصلية، إلا إذا كان التعليم أصلا باللغة العربية فقط، كما حصل بالنسبة لي في مصر في جامعة عين شمس، نعم أو في جامعة دمشق، نعم أو عفوا نعم في نعم معهد اللغة نعم العربية في دمشق آنذاك، حيث كان التدريس يتم باللغة العربية فقط. حصرا.
نعم، لكن لا يترجم إلى قالب، من قالب أجنبي إلى قالب عربي. تقريبا ذهبنا أو وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من اللقاء، ونتابع إن شاء الله في اللقاء التالي. علينا أن ندخل على الرابط نفسه مرة أخرى لنواصل الجزء الثاني من حوارنا مع الدكتور غونتر أورت. وفي هذا الجزء، في الجزء التالي، سيكون هناك السماح بمداخلات صوتية وتعليقات منهم من الحضور. نشكر الجميع على هذه المشاركة الفعالة، وننهي لقاءنا وننتقل للجزء الثاني من اللقاء بالدخول مرة ثانية. فإلى هناك، شكرا لتواجدكم.